أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ألا يلزم ممن سب الصحابة رضي الله عنهم أن يكون ذلك تنقصا لله تعالى، حيث إنه جل وعلا هو الذي اختار الصحابة لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الذي يصف الصحابة مكذب لله سبحانه، مكذب لرسوله، لأن الله مدحهم وأثنى عليهم وهذا يذمهم، هذا تكذيب لله، وكذلك تكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم.